بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اغفر لي ولوالدي المؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا اغفر لنا ولإخواننا السابقون بالإيمان، لا تجعل في قلوبنا غلا للآمنين، ربنا إنك رؤوف رحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا زلنا في الأدعية الخاصة ب عند حدوث كل حادث من الحوادث، وليس حادث بمعنى أنه شيء سيء يحدث للإنسان، لكن عند كل عمل، عند كل ظرف، مثل الحديث التالي: إذا دخلت السوق، وقد ذكرناه بالأمس وصلنا إليه، وعلى كل حال نبدأ فنقرأ ثم نستمر في الحديث. فإذا دخلت السوق فقل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وعلى كل شيء قدير. بسم الله: اللهم إني أسألك خير هذه السوق وخير ما فيها، اللهم إني أعوذك من شرها وشر ما فيها، اللهم أعوذ بك من أصيب فيها يمينا فاجرة أو صفقة خاسرة. قلنا: السوق فيها ما فيها، هي سوق، هي تشمل البر والفاجر والتاجر الصدوق، يعني الذي له مكانة عالية في الآخرة، وفيها من يحلف حلفا كاذبا لينفق بضاعته، ومنهم من يغش في البضاعة. ذكرنا بعض القضايا بالأمس، وقلنا السوق فيه مشتتات من ناحية البصر، يعني قلنا ألوان كمشتت، يعني هنالك حلال مشتت، ولكن على الإنسان أيضا أن يغض بصره، لأن الأسواق اليوم حقيقة يعني فعلا هي من شر الأماكن، ثم وحقيقة هناك تصميم للأسواق الكبيرة، المجمعات للتسويق الضخمة، يعني هي مصممة بحيث أن الإنسان يدخلها فلا يعرف كيف يخرج، يصعد على سلم كهربائي فلا يعرف كيف ينزل، يعني سيمشي مسافات ويغطي بعض المحلات ليشتري. هذه القضية الأساسية. وعلى كل حال، من هنا كان الذكر في السوق يعني شيء هو مخالف لما عليه الناس، يتشتتون، وهنالك من لا يعني يتشتت همه وفكره ووعيه، فيذكر الله عز وجل: لا إله إلا هو. فإن كان عليك دين فقل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك. نعم، فلا يدفعه الدين إلى دين أكبر منه، فيكون عليه دين فيذهب إلى البنك فيأخذ قرضا ربويا ليغطي دين، والآن هنالك بنوك إسلامية تشتري الدين منك، ولا أعرف كيف القضية، لكن ابتعد عن الحرام. لما قالوا: مد لحافك على قدر رجليك، يعني هنالك ثلاث قضايا: من يمد رجليه أكثر فمعناه يصرف أكثر مما يدخل عليه من المال، وهنالك مد لحافك على قدر رجليك، يعني على قدر رجليك، لكن هكذا يقولون، معناها أنك تصرف كل ما يدخل عليك، والأصل فيها أن تضم قدميك إلى الأعلى قليلا، وكان حالة جنينية، لكن القصد هنا ألا تصرف كل ما يأتيك. نسأل الله عز وجل أن يكفينا بحلاله عن حرامه، ويغنينا بفضله عمن سواه. والرزق يأتيك، لكن اصبر، ودائرة الحلال واسعة جدا، ودائرة الحرام ضيقة جدا. اكتفي بالحلال، اطلب خيرا تجده إن شاء الله. فإذا لبست ثوبا جديدا فقل: اللهم كسوتني هذا الثوب فلك الحمد، أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. الحمد لله أطعمنا وكسانا وآوانا، الحمد لله على نعمة الإسلام دائما وأبدا، الحمد لله. ومع ذلك هنالك من الناس رأينا صورا تقشعر لها الأبدان، لأطفال لا يلبسون ما يكفي، في هنالك ثلوج وبرد ومياه أمطار، منها تحدث عن لاجئين، وسبحان الله. وأما من ناحية الثوب فالأصل فيه، هذا الثوب هو يعني الريش من معانيه اللباس، قطن، صوف، بوليستر،
مع أنه نحاول أن نبتعد عن قضايا المصنعة هذه ما استطعنا، ولكن مع ذلك ومع ذلك أن يكون ساترا، أن يكون ساترا. رأينا كثيرا من الشباب اليوم إذا صلى، يعني الحمد لله يصلي، ومع ذلك السروال لا يغطي عورته حقيقة، يسجد فتبدو عورته. ورأينا من النساء يعني من لا تستر عورتها. لما هذه القضية؟ لما لا؟ سبحان الله، المفروض هو ستر وليس فقط التغطية. الستر لا يشف ولا يصف ولا، حتى ببلاد أخرى يعترضون على من غير المسلمين، هنالك من لا زال يعترض. كان هنالك امرأة في كنيسة في نوتردام، جامعة نوتردام في أمريكا، من فترة وجيزة طلبت من الصبايا ألا يلبسن هذا الفيزون، يعني هو أشبه بالجورب، أشبه بالكلسات الطويلة، لا قميص ولا شيء يغطي. طلبت من يعني تذهبي إلى الكنيسة وأنت تلبسي هذا، قالت حتى لا تشتت يعني الشباب، خوفا على الشباب. فما كان منهم إلا أن قام كثير من الشباب بلبس نفس لباس النساء، قال تضامنا مع النساء. يعني سبحان الله، حتى الإنسان إذا جاء ورأينا سبحان الله من اليهوديات هنا في القدس من تلبس لباسا ساترا كاملا، وإذا رأيتها من لا تعرف حقيقة تقول هذه مسلمة. طبعا القضية ليست قضية استئثار باللباس الساتر، لكن لما لا يكف الإنسان عن قضية الخضوع في القول، وهنالك كان خضوع في الصورة نتكسر قال العلماء وكذا الآخر. قال رحمه الله: وإذا رأيت شيئا من الطيرة أو من الطيرة تكرهه فقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يذهب بالسيئات إلا أنت، ولا حول إلا اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يذهب بالسيئات إلا أنت، لا حول ولا قوة إلا بالله. قضية التطير، يعني هنالك حديث أطول في هذا الباب، و مع أبي هريرة رضي الله عنه حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا صفر ولا هامة. فقال عربي: يا رسول الله، فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء، فيجيء البعير الأجر فيدخل فيها فيجربها كلها. وهذا يعني كان يصيب البعير الجرب، وهو مرض جلدي معدي. إذن هنا لا عدوى، ولكن العربي يقول أن الإبل يدخل فيها البعير الأجرب فتصاب بالعدوى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال فمن عدا الأول؟ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا يتحدث عن أول بعير أصابه الجرب، فما الذي يعني جعل هذه الإصابة تحدث؟ هي بال يعني هل هي من طبيعة الشيء؟ وهنا يعني نقول من قال بالطبيعة أو العلة فقد خرج من الملة، أو أنه ليس في طبيعة الشيء. يعني ولو كان في طبيعته أنه لا زال عليها كما عليها لما توقفت النار عن إحراق سيدنا إبراهيم: يا نار كون بردا وسلاما. كل هذه القوانين بيد الله عز وجل. ومن هنا الإمام الغزالي له يعني يقال نظرية في السببية. المهم أننا حين نتحدث عن هذا الحديث لا عدوى ولا طيرة، بقية الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، أو لا طيرة، أو لا طيرة، ولا صفر ولا هامة. فقال عربي: رسول الله بمثل حديث الأول. طبعا لا عدوى بمعنى أن الأمور ليست، لأن هنالك عدم إيراد الممرض على المصح،
إذا وهذا أصل في أصل السياق هو عن البعير. فيأخذ الإنسان بكل هذه الأحاديث معا، كان هنالك نقاش إذا كان هنالك شيء منسوخ، والقول بالنسخ يقتضي معرفة التواريخ وهذا غير متوفر. العلماء جمعوا بينها بأن من ناحية عملية، من ناحية عملية يعزل المصاب، وهنا اليوم نتحدث عن عزل المصابين، وهنالك إصرار شديد عند البعض يعني في قضية الكورونا، هنالك إصرار شديد وكأنه لابد من أن يكون هنالك مؤامرة، ولابد أن الأمصال اللقاحات لابد أنها يعني لا تصح، بمعنى أنها غير مجدية، وأن فيها أنه كل شيء مؤامرة، وكأن الإسلام واقف، وكأن صحة الإسلام، وطبعا هي القضية صحة الإسلام يعني، وكأنه ربط الموقف تاريخه السياسي بهذه المسألة. ما لكم على القضية هذه؟ اتركها للعلماء، بمعنى الأطباء، بمعنى أهل الاختصاص، وزارة الصحة، الذين يفهمون في الصحة العامة، في الأمراض السارية، في التطعيمات، اتركها للصيادلة، لا ننفي إمكانية حصول أخطاء يحدث في الطب، ولكن لا يعني أن الطب غير مجدي. وكانت العرب تكره مثلا هنالك معاني، يتطيرون بالبوم مثلا، يعني يتشائمون من القضية هذه، والبوم سبحان الله، والطير صافات صافات كل قد علم صلاته تسبح، البوم مثل النسر مثل الغراب حتى الذي لا يحب الناس رؤيته، والله عز وجل استخدمه في إرسال رسالة لابن آدم الذي قتل أخاه ليروه كيف يواري سوءة أخيه. سبحان الله، ما لكم مال التطير، بل العكس، يعني نظرت إلى البوم، قدرة البوم على إدارة الرأس دورة كاملة، آية من آيات الله سبحانه وتعالى، الطيران بدون إحداث ضوضاء آية من آيات الله عز وجل، وكأن البوم يقوم أيضا في هنا القضايا، حتى في قضية التخلص من الآفات الزراعية مثل الفئران والجرذان وكذا، هنالك من يضع خصيصا أعشاشا للبوم بحيث تقوم هي بقتل هذه الفئران التي تأكل القمح مثلا، بدلا من رشها بالمبيدات الحشرية. المهم، هذه الطيرة يخترع الناس قضايا ويتعلقون بقضايا حقيقة لا تصح. صعدت في سيارات من القدس إلى الحي، فرأيت أن السائق قد علق تمائم كثيرة جدا، الحذوة والخرز الزرقاء، وما ترك شيئا إلا وعلقه في المرآة. ثم رأيت شيئا إضافيا أراه لأول مرة، قطعة من الخشب لم أعرف ما هي، فسألت عنها، قال هذه من شجرة جميز، أمه أعطته إياها ليعلقها في السيارة حماية لها. وفكرت في القضية، لعل القضية أن شجرة الجميز مثلا تعمر طويلا، فأرادت أمها للسيارة أن تعمر طويلا. أخي، قل بسم الله، توكلت على الله سبحانه الذي سخر لنا هذا وما كله مقرنين، وافحص الكوابح السيارة البريكات، وخذ بالأسباب، ولا تسرع، وانتبه، ولا تتكلم أنت على الهاتف وترسل رسائل وتحضر بعرف إيش. هنالك قضايا يجب على الإنسان ينتبه إليها. نعم، وهنالك قضايا أخرى في الحديث كلها تدل ولا صفر من المعاني، يعني يرتبط بقضية تأخير المحرم، يعني النسيان، يعني العبث، هذا اللعب بالتوقيت. وقال بعضهم أن العرب كانوا يظنون أن البطن يعني كأن لها كيان مستقل، تثور تهيج مثل
الشيطان، وكذا العظام تتحول إلى كيان. يعني كان هنالك قضايا خزعبلات، وإلى عهد قريب لا زال الناس في قضية من الخزعبلات. نعم، الأصل فيها أخذ بالأسباب، والإنسان يعتقد ويعلم أن كل هذا بيد الله عز وجل. نتحدث عن الأخذ بالأسباب، التطبب، الطب، الأدوية. كانت العيادة في الجامعة الإسلامية في كوالالمبور في ماليزيا، الجامعة الإسلامية العالمية، إذا ذهب الإنسان لعيادة أعطوه، يفحصه الطبيب ويصف له الدواء ويأخذ من صيدلية العيادة في الجامعة الدواء في حافظة صغيرة بلاستيكية مطبوع عليها هو الشافي، وكأنهم يقولون للمريض. نحن كجهاز طبي أخذنا بالأسباب، عملنا اللي علينا، فحصنا بحسب العلم الذي وصلنا إليه، هذا هو الدواء الذي وصلنا إليه، لكن اعلم تماما أن الله عز وجل هو الشافي، لا إله إلا هو. وإذ رأيت الهلال فقل اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والبر والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى والحفظ عمن تسخط، ربي وربك الله، ربي وربك الله. نعم، احتمال أن يكون في السند شيء، لا في بعض، لكن القضية الأساسية نعم. هذا الهلال وأي وجه من وجوه القمر، إن كان بدرا أو كان محاقا، أو تحدثنا عن السنة الشمسية، أو رأينا يعني زحل أو عطارد، يعني هنالك من الفلاسفة من قال أن لها أرواح مستقلة، نفوس. على كل حال، المشكلة هي في، نعم هنالك خارطة للسماء، ولو لم يكن هنالك خارطة للسماء كيف سيستدل البحارة والذي يسيرون في الليل مسافرين، يعني غدوة و يعني الوصول إلى شيء من الدلج، هذه السير ليلا يحتاج الإنسان إلى معرفة خارطة السماء، قبة السماء، يعني مواقع النجوم في الأوقات المعينة، وفي شمال الكرة الأرضية غير جنوبها، ومن موسم إلى موسم، يعني تتغير الأمور، لأن الكرة الأرضية نفسها تتحرك باستمرار، تسبح انسيابا. فإذا لو كانت السماء بلا نجوم كيف سيعرف؟ ولو كانت كل النجوم منتظمة في مواقع لا تتغير ولا تتبدل، فأيضا كيف سيعرف؟ ولا يمكن هذا مع الحركة، لا يمكن. لكن القصد، المشكلة هنا أن الاعتقاد بأن هذه الأبراج تؤثر على حياة الناس، أن مواليد برج الأسد، مواليد برج الدلو، مواليد برج العقرب، ماذا يؤثر عليك؟ لا يؤثر عليك أي شيء. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، سبحانه لا إله إلا هو. علينا هذه سنة جديدة، طيب يعني خير إن شاء الله، تريد سعادة، تريد صحة، تريد غير وبدل، تريد كل ما تريد بإذن الله عز وجل. عليك أن تسعى، عليك أن تسعى، عليك أن تغير وتبدل. حالة علمية يجب أن تتحسن، نهضة علمية نعم، نهضة حضارية نعم، بعد عن الخرافات والخزعبلات نعم، هنالك قضايا عقلية محض، علمية محض. وقولنا علمية لا يعني أننا ننسى، معاذ الله، أن ننسى أن الله عز وجل هو الذي وضع هذه القوانين في الكون، بل نسبح، بل نذكر الله عز وجل، نحمد، نشكر الله عز وجل. ولكن
يجب أن يكون هنالك مستوى علمي ولا علاقة لي ولا علاقة لي الأبراج ولا أي شيء آخر من هذا القبيل. لا تقرأ برجك، تقرأ الرقم السعيد بحيث أنك تقامر على الرقم، ولا ماذا يعنون بهذا الرقم الذي يذكرونه؟ نعم، ربي وربك الله، ولا خسوف ولا كسوف بسبب وفاة فلان، وهذا كان في وفاة سيدنا إبراهيم عليه السلام ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، إذا وافق وجود الشيء، وافق الظاهرة إنه كانت خارطة قبة السماء كذا، هذا لا يعني أنها هي السبب. نعم، أيوة، هذه طبعا تجر مشكلة أكبر في قضية الاعتقاد. ويقول هلال رشد وخير آمنت بخالقي لا إله إلا هو، هذه الظواهر الطبيعية لا تعبد من دون الله. الطواطم هنالك من الكرة الأرضية من عبد الشمس، وهنالك من عبد القمر، وهنالك من عبد وكان كل الكلام اللي يتعلق بسيدنا إبراهيم عليه السلام في بحثه وفي تعليقه على هذه الظواهر الطبيعية، الشمس والقمر، ويصل منها الأفول، استدل به على أنه لا يمكن لله عز وجل أن يعني هذه الظواهر، هذا أكبر بمعنى أنه لابد أنه ولو اتخذ الشمس ووجد أن هناك نجما أكبر فيتخذ ذلك. لا، طبعا هي القضية الوصول إن إلى التوحيد من خلال حتى رؤية هذه الظواهر الطبيعية. نعم، ربي وربك الله. اللهم إني أسألك خير هذا الشهر وخير القدر، وأعوذ بك من شر يوم الحشر، وتكبر قبله أولا ثلاثا، تعليق الإمام الغزالي، وتكبر قبله أولا ثلاثا، وذهبت الريح فقل اللهم نسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها ومن شر ما أرسلت به. نعم، وهنالك نهي عن سب الرياح. الآن في القرآن الكريم هنالك فرق ما بين الريح والرياح في القرآن الكريم. الريح يعني فيها قضية العذاب، فيها قضية الخراب، ريحا صرصرا عاتية مثلا، والرياح لواقح. الرياح في دائرة، تأتي بدائرة الخير، والريح تأتي في دائرة تتعلق بأمر الله عز وجل. فإذا هبت ريح شديدة واقتلعت شجرا، اقتلعت زراعة، اقتلعت خيمة، اقتلعت كذا، فلا يسبن الريح، هذه الظواهر الطبيعية في يد الله عز وجل. يمكن الإنسان أن يتخذ يعني أيضا مثل قضية قصة ذي القرنين مع القوم الذين لا يكادون يفقهون قولا، ارتباط ما بين المستوى اللغوي والمستوى الحضاري المادي. لا يحسنون صناعة حاجز سد بينهم بين يأجوج ومأجوج، فطلبوا من ذي القرنين أن يبني لهم هذا السد. هل قام هو وجيشه بالعمل مثلا دون أن يعني قال لهم تنحوا جانبا سنقوم بكل شيء؟ بالعكس، شغلهم. يعني هنالك قوة معينة عند هؤلاء، قدرة معينة ينمي قدرات القوم بأن
دمجهم في ذلك المشروع، آتوني زبر الحديد، يعني دخلوا في هذا المشروع. إذا هنالك ظواهر طبيعية، إذا قلنا أن يأجوج مأجوج، يأجوج تأججت النيران، براكين، مأجوج بمعنى ماجة المياه، أن هنالك فيضانات، أو أن هؤلاء الأقوام الذين من خلف السد كأنهم يموجون موجا مثلا، ولهم نيران تتأجج. على كل حال، القضية الأساسية أنه في ظل ظاهرة معينة حتى لو كانت بشرية، عمل حاجز، عمل سد. يعني الدول تعمل أشياء كثيرة جدا، وبسبب عدم وجود علاقات طيبة بين الدول، لا زال هنالك حروب، لا زال هنالك احتلال، لا زال هنالك استعمار مباشر وغير مباشر. في ظل هذا الدول تتخذ إجراءات لحماية يعني نفسها، ولكن في ظل التقدم التكنولوجي لا ينفع هذه السدود الأرضية للأسف الشديد. أنا أتأسف على العقلية اللي موجودة التي لم تتغير ولم تتبدل. إذا الريح في معرض العذاب إجمالا، والرياح لواقح تأتي في دائرة الخير. وإذا بلغك وفاة أحد فقل إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. وإنا إذ ربنا لمنقلبون، اللهم اكتبه في المحسنين، واجعله واجعل كتابه في عليين، واخلفه على عقبه في الغابرين، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله. نعم. هنالك ظاهرة أراها على صفحات التواصل الاجتماعي، الظاهرة هي كأن صفحات هي كأنها جنازة وعزاء مستمر، يعني تحدث عن جنازة وعزاء مستمرين كل يوم، والذي لا جنازة لديه ولا وفاة لديه ولا عزاء لديه يعود فيذكر، مثل اليوم قبل 9 سنوات توفي فلان، مثل كذا إنسان. طيب أنت عندك شعور، توفي والدك مثلا، تكتب، قرأته بالأمس، بدري بدري، يعني لسه بدري، ما لك وما للكلام، بدري معنى ما معنى بدري، ما معنى بدري؟ هل الأمر لك متى يتوفى الوالد رحمة الله عليه؟ اللهم ارحمنا أحياء وأمواتا، اللهم ارحم جميع المسلمين واهدي جميع غير المسلمين. هل هي القضية تؤقت بسبب أن رغبات الإنسان بدري، يعني تستشار أنت متى، وآخر كأنه خائف من فقدان الوالدين ويدعو الله عز وجل ألا يتوفى الوالدان وهو على قيد الحياة، يعني تدعو لنفسك بالموت حتى، هذا معنى الدعاء. غريب الظاهرة هذه اللي موجودة، ولا أعرف إذا كان لها علاقة بالظرف السياسي والاقتصادي والاجتماعي والوباء الذي نعيش فيه. اتركوا هذه الأمور، دعوا القلوب تقر، ادعوا لهم، كن ذاك الولد الصالح، أو ولد صالح يدعو له، كن ذاك الولد الصالح، ادعوا لي أبيك، ادعوا لي أمك، برهما الآن إذا كان لا زال على قيد الحياة. سبحان الله. بر، نعم، وهما على قيد الحياة وبعد الوفاة، لكن هذه
هذا النب وهذا هذه الحالة المستمرة. لا أعرف سببها النفسي، لكن على المستوى الإيماني ما أظن أن هذا يصح، أنه كل يوم يظل يتذكر ويظل يعني يبكي ويرثي، وهذا ليس هذا ليس صحيحا. هذه الحياة مؤقتة، وترون الآن الأخبار يموت واحد هنا فيذكر، يتوفى 30 هنا بالكورونا فيذكرون، ويتوفى هناك، يعني قيل الآن قاربوا يمكن المليونين الآن الوفيات بسبب الكورونا. أصلا كل 8 مليارات اللي موجود اليوم، الخبر الأساسي، ترون 8 مليارات، كل هؤلاء خلال 100 سنة تقريبا، أتحدث لا أقول لا بالطبع ولا بالعلة، كل هذه 8 مليارات، قليل منهم سيتعدى 100 سنة، خلال 100 سنة 8 مليارات سيكون قد توفوا. ماذا تظنون؟ تريدون أن تخلدوا؟ سبحان الله، إن الله وإنا إليه راجعون. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.